برحب بحضراتكم ونستكمل انجازاتنا. يعني النهارده انا شايفه الحلقه كلها الحمد لله اخبار كويسه. استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرمايه 2000 قطعه اثريه مختلفه الاحجام قادمه من المتحف المصري بالتحرير والمخزن المتحف بتل اليهود ومنطقه اثار الهرم ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف وعرضه بقاعاته المختلفه. واوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف الكبير بالمنطقه المحيطه انه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التي تم نقلها إلى المتحف الكبير حتى الآن 54,000 قطعة أثرية. ومن أهم القطع التي تم استقبالها اليوم عمودين من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني يبلغ ارتفاع كل منهما 6 أمتار ويزن كل عمود 13 طن، حيث يتم وضعها على الدرج العظيم ليكون بذلك آخر العناصر المعمارية الضخمة التي سيتم وضعها على الدرج العظيم. عايز اقول لكم ان العالم كله الان ينتظر المتحف المصري الكبير، وان شاء الله يمكن كورونا اخرت افتتاحه شويه، لكن كل تاخيره وفي اخيره ليكون اكثر استعدادا للانطلاق امام العالم ليروا حضارتنا المصريه اللي تستحق اكثر من 100 متحف كبير علشان يعرض هذه الحضاره العريقه واللي هتفضل عريقه بامتدادنا كمان فيها. يشرفنا الان استاذ ايهاب موسى خبير سياحي. مساء الخير استاذ ايهاب. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ برحب بحضرتك معانا النهارده وببارك لك كخبير سياحي على ال 2000 قطعه اللي دخلوا المتحف الكبير في استعداد لان شاء الله عرضهم للناس بعد افتتاح المتحف. يهمني راي حضرتك في فكره المتحف الكبير وشموله لهذا العدد الكبير من الاثار المصريه اللي كانت موجوده في المخازن. موضوع المتحف الكبير ده موضوع كويس قوي، يفكرني بايه؟ بقى مهم قوي، بيقول كل الاشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. تمام. يعني المتحف ده لو كان اتفتح في ميعاده من سنه اول السنه مثلا ولا اخر السنه اللي فاتت كان كنا حزنا جدا على الضربه اللي هتاخدها السياحه المصريه وعلى بدايه المتحف بعد الكورونا. صحيح، وكانه مات في مهده. صحيح. فاحنا الحمد لله انه شوف اتاخرنا شويه فجت الكورونا، فبنعمله بقى بتمهل اكتر وباتقان اكتر وبنزود القطع، وطلعت القطع اللي مسقره لسه مكتشفينها اكيد هيبقى لها نصيب في المتحف. وبنلم بقى القطع وبنرممها كويس في الترميم بحيث انه هيبقى اكبر متحف في قطع اصليه في العالم. كيف ترى وضع مصر الفتره الماضيه سياحيا؟ يعني هنستثني مرحله كورونا. عايزه تكملي انجازات اللي كنت باديه بيها الحلقه النهارده عشان تبقى بالظبط. بالظبط. يعني انا بشكر حضرتك وبشكر متابعتك الدقيقه يعني وردك الدقيق. كان يوم مهم وتقرير مهم وميعاده صح دلوقتي ان احنا نفكر الناس باللي حصل. يعني احنا مش بنجيب حاجه من عندنا، دي كلها انجازات على الارض. احنا بنشوف بنقرا التاريخ اللي فات. صحيح. احنا بتوع تاريخ على فكره، يعني احنا بتوع اثار وتاريخ. بالظبط. فاسهل حاجه ان احنا نؤرخ، انا هؤرخ في 6 سنين اللي فاتوا بس. يعني من بعد 2014. 2014 احنا كان الوضع في مصر ازاي؟ كان الناس بتمشي على كوبري 6 اكتوبر ولا كوبري 15 مايو والراجل ماسك سلاح وعمال يضرب نار. وناس حاجزه ميدان التحرير وعمال ميدان رابعه وقاعده ما حدش بيروح ولا يجي وعمالين يضربوا نار والناس مش عارفه تدخل بيوتها. ده الوضع كان كده. وكان في كنايس بتتحرق وكان في حتت كانت الدنيا مش سهله. شوفي بقى الرئيس السيسي لما بصر للسياحه واتسال على السياحه بعدها بسنه ولا بتاع قال ما حدش كلمني على تنشيط السياحه دلوقتي، ما حدش كلمني على الـ على الـ على مهام تنشيط السياحه، برغم انه مهم لكن في حاجه علمها لنا حتى لفظ هو اخترعه كده قال الاستقرار والامن المستقر. صحيح. يعني ايه الاستقرار المستقر دي؟ ما انا استغربت، قال لك لا يعني الاستقرار في استقرار في البلد، لكن الاستقرار المستقر بقى عايزين 20 30 سنه تقعدوا مستقرين في الاستقرار ده. لما 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 الدنيا تبقى مستقره كده في الامن والبلد مستقره السياحه تيجي لوحدها. وقعد شرح لنا قال لنا احنا كان عندكم 10 12 مليون سائح، لو الدنيا مستقرة ال 30 سنة اللي فاتوا مفيش إرهاب مفيش كان زمان التطور الطبيعي ليها احنا بنتكلم في 30 40 مليون دلوقتي. لكن عشان الدنيا ما كانتش شوية إرهاب وشوية زهق فحصل كده. النهارده هو نجح في إيه؟ أول حاجة قضوا على الإرهاب. وده واستعاد البلد، استعاد
الامن والامان. النهارده بنمشي في الشارع تاني متاخر بالليل من غير اي مشاكل. صحيح. يعني لغايه الساعه 1 و2 بالليل ولا حتى هي. استاذ ايهاب كنا قبل التوقف في كورونا، يعني مش احنا بس توقفنا، العالم التجمد اللي حصل العالم كله بسبب فيروس كورونا، كان وصلنا لاعلى معدلات زياره سياحيه لمصر. من اعلى المعدلات؟ لا، احنا وصلنا يعني السيزون الاخير ده يعني زي وصلنا للي فات يعني ل 2010. ليه مش اعلى؟ احنا عدينا الحقيقه اعلى، بس خلي بالك في 3 مليون سائح بالكامل مش موجودين اللي هم روسيا. دول لو اتحطوا بقينا اعلى طبعا بكتير. لكن ايه؟ لكن احنا دول لسه كانوا متشالين. دول على فكره بيرجعوا الاسبوع ده. يعني الاسبوع الجاي ده والاسبوع ده الطيارات الروسيه ابتدت ترجع تاني. كويس جدا. الفتره دي كمان ما عندناش حد دلوقتي عامل حظر مع مصر خالص. احنا لولا الكورونا كان زماننا. توقعات حضرتك للايام الجايه ايه يا فندم؟ شوفي قبل الايام الجايه بس عايز اقول لك حاجه تانية. انا بكلمك على الامن والامان. طبعا يهمني جدا، اتفضل. بعد الامن والامان الرئيس السيسي عمل حاجه بنفسه ما حدش عملها، انه يروح يعمل حفل عشاء في صوت الضوء مع ميركل في مشهد بديع جدا، بيتصور هو وهي قدام الهرم، كل العالم بينقل الصور دي، الالمان بالذات وباقي الجنسيات عايزين. هو ده المكان اللي كانوا فيه، هو ده المكان اللي في العشاء ده. هو يعمل حفله للرئيس الصيني في معبد الاقصر. وكان من اعظم الحفلات على مستوى العالم، يعني العالم كله كان بيترقبها. ده حقيقي. الحاجات دي كلها ده بقى ده الكات المتر الكات. شوفي كام واحد شاف الكلام ده في الصين، جه بعدها عشان احنا بقى الافتتاح شايفين الكلام ده. الشخصيات العامه اللي كانت بتيجي مصر ومصر كانت بتتلقفها وبتعمل دعايه بيها محترمه، يعني ده حصل الفتره اللي فاتت بشكل قوي. ايوه، بس هو بنفسه بقى لما يوثق لقاءاته الشخصيه بس بيربطها بحاجات سياحيه. صحيح. دي كانت حاجه جديده، يعني ما فيش رؤساء كتير عملوا الكلام ده. انا بشكر حضرتك انك تلقفت الرساله سريعا. استاذ ايهاب موسى بشكرك يا فندم خبير سياحي، بشكرك على هذه المداخله الهامه. السلام للسيسي، كامل الشعب معك. دي كانت تويته تصدرت تويتر امبارح والنهارده. فكره رد على قوى الشر اللي بتحاول تهدم في البلد دي وفي قيادتها الحكيمه. السيد الرئيس مش مجرد طول السنين اللي تولى فيها الحكم مش مجرد رئيس سياسي موجود، لكن طول الوقت هو بيثبت ان هو رئيس انسان موجود بجانب مهامه السياسيه، بجانب مهامه الرسميه، لكن طول الوقت بيحاول ينزل لمستوى كل المواطنين على المستوى الاجتماعي، يتعامل، يتواصل، يتلامس بنفسه. فكره انه يجي يوم الجمعه وينزل بعربيته واحراسه صغيره لتفقد مشاريع جانبيه مش رئيسيه، ليقابل مواطنين عاديين ويسمع منهم بشكل مباشر، كل ده يستحق مننا هذه التويتة. السلام للسيسي، كامل الشعب معك. معانا على الهاتف أستاذ يسري السيد، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الجمهورية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. كل مساء سنة الخير. طيبة وكل المصريين بخير. برحب بحضرتك وحضرتك عمرك. بخير وسلام. خليني افكرك زي الايام دي بالظبط وفي نفس التوقيت تقريبا كان السيد الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريبا، وكانت قوى الشر عمال بتدفع ضد البلد وضد السيد الرئيس، وما كان من المواطنين المصريين لأنهم انتظروا أمام المطار واستقبلوا السيد الرئيس بحفاوة شديدة جدا وكأنهم بيقولوا له إن احنا معاك وبشكل عملي. النهارده في تويتة بتقول السلام للسيسي، كامل الشعب معك، وأيضا الشعب ورا الرئيس، ردا على قوى الشر بتدعو لمظاهرات غدا. تقول إيه حضرتك في ده؟ بص حضرتك، هو بداية مفيش يعني زعيم أتى به الشعب في الفترة اللي يعني مش عايز أقول في العصر الحديث بشكل عام زي ما الشعب جاب الرئيس السيسي. يعني الرئيس السيسي لم يأتي إلا بناء على ملايين نزلت الشوارع طلبته بالترشح وطلبت إن هو يجي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ماذا فعل الرئيس السيسي بمصر منذ تولى الحكم؟ أنا بقول ببساطة شديدة جدا، إن لم يفعل السيسي
سوى الحفاظ على مصر من الانهيار لكفاءه، لانه هو جه تولى زمام الامور في بلد الامور فيها مضطربه بحار هائجه من العواصف، تحاول ان تاتي بمصر. الرئيس السيسي استطاع ان بحنكه دبلوماسيه وتوفيق من ربنا ان هو يحفظ مصر، انه حمى مصر من الانهيار. وزي ما بقول، لو لم يفعل ذلك لكفاه ان يدخل في التاريخ انه هو انقذ بلده من الانهيار. وحوالينا في المنطقه، في منطقه مشتعله، من يحافظ على الوقوف فقط يستحق التحيه والاشاده من التاريخ بشكل عام. دي نمره واحد. نمره اثنين، انه لم يكتفي الرئيس السيسي فقط بذلك، ولكن بدأ يشتغل في ملفات. هو ماسك بلد يعني شبه فاشلة، بلد فيها انهيارات شاملة في كافة المجالات، في الصحة في انهيارات، في التعليم في انهيارات، في الصناعة والتنمية وغيره وغيره وغيره، الاقتصاد. طيب لما يبدأ يشتغل في كل ملف من الملفات، صحيح الحلم، لأن ثورة 25 يناير رفعت مستوى الحلم لآفاق كبيرة جدا، إن إحنا عاوزين الحلم إن مصر ومصر تستحق أن تكون دولة من الدول المتقدمة في، ليست في المنطقة فحسب، ولكن حتى على مستوى العالم. ليه؟ لأن مصر تستحق أكثر من كده. مش عاوز أتكلم في حضارات أكثر من 7000 سنة وغيره وغيره، لكن أنا هتكلم دلوقتي المشاركين في صناعة الحضارة الغربية والتقدم في العديد من دول العالم، نسبة كبيرة منهم من المصريين. قبل ما أتكلم مع حضرتك، يهمني جدا فكرة، بما أنك اتكلمت عن 7000 سنة، لا أنا هتكلم على الحاضر كمان دلوقتي، ومدى قيمة وقدر الوعي المواطن المصري اللي دايما السيد الرئيس بيراهن عليه يا فندم. بصي، وعي المصريين اكبر بكثير جدا، لانهم هم المصريين ليسوا اغبياء. المصريين شايفين المنطقه حواليهم، شايفين في دول انهارت، شايفين في كيانات بتنمو، كيانات سرطانيه بتحاول التهام ما تبقى من دول. مصر هي كانت در التاج بالنسبه للمخططات لانهيار المنطقه. مصر الحمد لله عملت، نجحت في حاجتين. نجحت في اول حاجه انها ازاحت حكم تسبب في تخلص مصر لمدة 30 سنة، وفي نفس الوقت حاولت استقرت ولم تنهار، وفي نفس الوقت بدأت تنطلق للأمام. الانطلاق للأمام محفوف بالمخاطر، لأن عندك دول كثيرة جدا أو قوة كثيرة جدا لا تريد لهذا البلد أن يتقدم، لا تريد لهذا الشعب أن يستقر، لا تريد يعني نموها أو وجودها يرتبط بانهيار مصر. وبالتالي هم عاوزين ما تنهار مصر عشان استمرار وجودهم هناك. شبه دويلات هناك، شبه كيانات سمت نفسها دول بقناة او غيرها، دول كلهم مصلحتهم ان مصر تنهار. لكن وده سبب يمكن الهجمة الشرسة اللي بتبقى من وقت للتاني، وبما لديه من ثقافة وعمق حضاريين، مش ممكن يسمح ان بلده تنهار. وبالتالي مثل هذه المظاهرات، السؤال، المظاهرات لماذا؟ المظاهرات، هل احنا هنعمل مظاهرات عشان نغير نظام حكم مثلا، ولا عاوزين نغير تسقط دولة، ولا يسقط النظام، لاي شعار، تحت اي شعار ممكن يترفع هذه المظاهرات؟ لا اعتقد ان هناك شعار. صحيح المصريين كلهم بيعانوا، المصريين كلهم بيتألموا من اثار، لكن في عز الازمات المواطن المصري ورا بلده. ما انا بقول لحضرتك، انا احنا كمواطنين نعاني من ازمه اقتصاديه، نعاني من كساد اقتصادي، نعاني من بطاله، نعاني من كذا، نعاني من كذا، لكن الوطن اغلى. صحيح. نعاني من اشياء، بنحلم باشياء، لكن الوطن اغلى. يعني تفيد في ايه؟ يعني تفيد في ايه انك انت تروحي تتحولي الى لاجئين زي بعض الدول، او تتحولي الى مغتربين او مهجرين زي دول اخرى؟ المواطن المصري مهما يسافر شرق او غرب، دايما الوطن جواه، فما بالك بالمصريين اللي هم موجودين في داخل هذا الوطن ولم يبرحوا مكانه. وده باين اكتر وتجلى في 30/6. تمام. فهنا انت عندك 30/6 كان صراع على الهويه،
يعني انت بعد يعني سنه من حكم الاخوان اصبح في 30 يونيو اذا كان 25 يناير كان صراع من اجل الحريه، صراع من اجل تغيير نظام فاسد، كانت 30 يونيو صراع على هويه مصر، الحفاظ على الهويه فقط، صراع على وجه مصر الحضاري، صراع على استمرار مصر بوجهها السمح بوجهها الحضاري بتراكمها الحضاري، صراع على ان مصر لا تتحول الى ولايه داعشيه او ما يشبه ذلك، فكان الصراع على الهويه في 30 يونيو ونجح المصريين بامتياز، نجحوا في الحصول على سقف الحريه في 25 يناير وحافظوا على دولتهم وهويتهم في 30 يونيو. وبالتالي ليس هناك مبرر، لا اعتقد ان هناك مبرر وطني واحد لاي مصري ممكن يخرج من بره، وهي دي المحاولات كلها محاولات بتبوء بالفشل، يعني محاولات بتبوء بالفشل. هو احنا كل شويه يطلع علينا بالمطالب دي وبعدين الشعب ما بيوالهمش اي انتباه، تقريبا هو بيحللوا المرتبات اللي بياخدوها. الشعب شايف، اصل الشعب شايف، الشعب شايف زي ما قلت لحضرتك وللساده المشاهدين، انت شايفه دول حواليكي بتنهار، كيانات بتنهار، نيران مشتعله هنا وهناك، وبالتالي لا استقرار مصر وبقائها اكبر من اي ازمات يعاني منها المواطن. ان شاء الله. بشكرك يا فندم استاذ يسري السيد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جهاز الجمهوريه، بشكرك من الاخبار الهامه المفرحه. يعني ده يمكن اخر خبر معانا في الاخبار، لكن انا حابه نقفل بيه فكره ان انت تفرح شباب بنات وشباب ان هم في فرحهم قدراتهم الماديه ما كانتش هتسمح ان هم يعملوا فرح. فكره فرح جماعي عمله محافظ القاهره لتوزيع اجهزه كهربائيه على اكثر من 50 عروسه. انا عارفه يعني ايه بنت تبقى نفسها تلبس فستان ابيض لكن قدراتهم الماديه ما تبقاش قادره تخليها يحصل ده. فكره ان محافظه القاهره تتبنى هذه الفكره وتفرح العرايس والعرسان دي وكمان تساهم في بعض الاجهزه الكهربائيه لتاسيس منزلهم، ده شيء بيفرق كتير جدا. يمكن انا شرفت مره بان انا احضر مثل هذا الزفاف الجماعي وشفت قد ايه فرحه الاهالي، ان هم كانوا بيقولوا ان احنا مش كناش هنقدر نعمل فرح لبنتنا او لابننا. ده البنت كانت بتقول حتى لو كنت اتصرفت في فلوس وجبت فستان ابيض البسه ما كنتش هبقى مبسوطه، عشان انا عارفه ان ده الفلوس دي كان اولى بيها حاجه تانية، لكن فكره ان انا افرحهم بان هم يلبسوا اللبس الابيض ده والولاد يقعدوا في كوشه او في الفرح والاهل كمان يفرحوا وده كله على حساب محافظه القاهره، ده شيء رائع. انا بدعو كل المحافظين والمحافظات ان هم يحافظوا على هذا التقليد والافراح الجماعيه اللي بتساعد الاهل والشباب في ان هم يفرحوا في يوم العمر زي ما بيقولوا. شكرا لمحافظ القاهره على ان هو تولى تجهيز 50 عروسه وعمل لهم فرح جماعي، ودي كانت فقرتنا او خبرنا الاخيره. نطلع معاكم ونشوف التقرير ده ومنه على فقرتنا الحواريه، هتكون من خلال ضيفنا من لبنان استاذ فيصل عبد الساتر الاعلامي والمحلل السياسي، فقره هامه جدا عن ماذا يحدث في لبنان الان. النهارده شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره بمشاركه مجموعه من الجمعيات الاهليه حفل تقيم محافظه القاهره لتوزيع اجهزه كهربائيه على 50 عروس. مناسبات دائما نحرص عليها لما لها من بعد انساني واجتماعي وديني. لحظه نشعر بها جميعا أن المجتمع المصري دائما بخير وأنه في تواصل وترابط إلى يوم الدين. الحقيقة مديرية التضامن الاجتماعي في الظل على وزير المحافظة هو خالد عبد العال، احنا فعلا بنجني ثمرات الاستقرار، ثمرة المتابعة، ثمرة الدعم الكامل لوزارة التضامن الاجتماعي. احنا بنشتغل في أكثر من محور في هذا المجال، عندنا برنامج تكافل وكرامة، عندنا برنامج بنبدل الوضعات لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا تجهيز عرايس، عندنا النكبات والكوارث في محافظة القاهرة اللي احنا بنشتغل عليها. المبادرة دي في إطار المبادرات اللي بيقوم بيها الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وللمشاركة المجتمعية الفعالة اللي بتخدم الوطن واللي فيها تطور ملحوظ الفترة الأخيرة. في حقيقة الأمر
اللحظة اللي احنا بنعيشها النهاردة هي احد اللحظات اللي بتحقق سعادة وترسم ابتسامة على ابناء مصر. وده شعور السيد الرئيس عندما اطلق العديد من المبادرات يستهدف الانسان المصري، يستهدف كرامته وحياته وسعادته. مشارك مع التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، واحنا عارفين كلنا ان المجتمع المدني هو شريك للحكومة في تقديم خدمات للمواطن والأسر الأولى بالرعاية. المبادرات دي بدأت بمبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بعده قامت الجمعيات الأهلية بمثل هذه المبادرات للنهوض بالدولة في ظل الأزمات اللي بيمر بيها العالم زي أزمة فيروس كورونا المستجد. أندرو مورجان، مساء الخير، ميسات.